أخبار المهرية باختصار. إعدام قاتل الطفلة مها مدهش عقب حراك شعبي طالب بتعجيل الحكم في القضية التي هزت رأي العام، وكانت محكمة الميناء بالتواهي قضت بإعدام حسن البنجالي بتهمة قتل واغتصاب الطفلة مها مدهش. إصابة في حادث مروري لأسرة كانت على متن سيارة في مديرية أحور بمحافظة أبين، المصابون نقلوا إلى مستشفى أحور لاحقا ثم جرى تحويلهم إلى مستشفيات عدن. وفاة نحو 33 شخصا بداء الكلب في صنعاء خلال العام الماضي وفق إحصائية رسمية، إجمالي الحالات المصابة بلغ 4074 حالة، فيما أوضحت الإحصائية أن معظم الوفيات من الأطفال. تقارير صحفية تزعم عرض اللاعب المغربي حكيم زياش نفسه على نادي برشلونة الأسباني. التقارير قالت إن هذا العرض من أجل تفادي البقاء على دكة البدلاء مع إقبال تشيلسي على ضم لاعبين جدد. تمساح ينتشل جثة طفل في نهر ماهاكام في إندونيسيا بعد غرقه في النهر وفشل أسرته في العثور عليه. الأطباء لم يعثروا على جروح في الطفل باستثناء عضة في الظهر اضطر التمساح لإحداثها عند التقاط الجثة. إلى اللقاء باختصار آخر.